على حساس الأستاذ شريف أعاقره جهتين نظرا لارتباط أو انصراف الحد جمال سيد عبدالله اللي هو يعتبر أحد عشراء منذوبة والليه لسعب تواجده معنا في منتقياتنا. دكتور كمان دكتور مهندس مقاتل جمال سيدة. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنني أحرص على حضور هذه المناسبات وأثبت لنفسي شيئين. أولا أتمتع بلقاء الأستاذ الصديق كمال كرباش. ثانيا أثبت لنفسي أنني ما زلت على قيد الحياة. الحياة أصبحت كالدوامة، وتعبيرا عن مشاعري في نهاية أيام كتبت هذه الأبيات. الدوامة كل مذكور سينسى، كل مذكور سينسى ثم ينسى ذاكره، اسم جد الجد حتما بعده من قد نسوه. اسألوا قصر التهاوى من تراهم قد بنوه، اسألوا قبرا تلاشى أين ذكرى ساكنوه. اسألوا المقتول ظلما هل تخلد قاتلوه، اسألوا التاريخ أين رفاة من قد سجلوه. إنها دوامة النسيان، والإنسان دوما ما يتوب. فاذكروا الله كثيرا ذكروه نور الوجوه، ثم صلوا على محمد بها ننجو ولا نتوب. صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، ومتع نفسي بالأيام التي كتبت فيها هذا القصيدة، فلقد كتبتها وأنا بالأراضي المقدسة أثناء أدائي فرض في الحج سنة 92. الله أقسم بعد النون والقلم، الله أقسم بعد النون والقلم بما نسطر في الصفحات من كلم. وهذه باقة الأبيات أسطرها مني إليك لشكر الخير والمنن. طاب المقام لقلبي في محبتكم، صلى الله عليه وسلم. طاب المقام لقلبي في محبتكم، فان تأذنوا بقدوم العين والقدم، فالعين منيتها ترمو بروضتكم، فالعين منيتها ترمو بروضتكم، والقدم تحلم أن تخطو إلى الحرم، والروح هائمة شوقا بساحتكم،
والنفس من شوقها تسعى بلا ألم. يا سيد الناس والدنيا بما رحمك، يا أفضل الناس في الأخلاق والقيم، يا عالي القدر والأقدار قدرها من رفع ذكرك، من رفع ذكرك في الآفاق كالعلم كالعلم. خير الصفات صفات أنت ذرتها، خير الصفات صفات أنت ذرتها، نور من الله جئت تبدد الظلم. صلى عليك فؤادي دائما أبدا صلاة عشق وحب قد سرى بدمي. يا أكرم الناس يوم الحشر لي أملا أن تسقيني جرعة بالحوض من أفمي. وشكرا لحسن الاستماع. شكرا شكرا وفي الأجواء النبوية كتب قصيدة وسنة.